صباح الخير على الجميع. يعني بدي اعطيكم نصيحه، واحنا رايحين على الشغل هينا يعني على هالصبح، عمركم اللي بكله دقن، يعني طويله دقنه زي طول الفخ كذا، يعني تكون دقنه طويله ومو هو لابس طقيه، لا اسحت شوحله لانه ما بركب. تو مرق علي واحد له دقن طويله ومعه سياره، شوحت له وعيل يركبني. اما لله دقن طويله ويلبس لفه شوح له، هذا بركبكم. اما بدقن طويله يعني عشان شوحت له تو عي يركبني، ما ودي اقول لك ربنا يسوي معك حادث، انا خاف اتقلد يعني خطيت الطنيات بعدين تاخذ دراهمه وتتعالج فيه. لا كود انك تبنشر يا رب. قال حتى ما استنظف شن علي كذي ولا شيء، قال ظل ماشي. يا راجل اني مش عارف ايش اقول لك انا. وفي قال في شيخ كمان ايش بيحكي، قال بيقول مش عارف قرود هنا بصرشهن مكلات لهن عجل في الغابه. قال يحضرك يا شيخ، انا بقول لك حس في الناس اللي مرحت في الشوارع فرخيهم في الصقعه، سيبك من القرود وهذولت، حس في الناس اللي ما هي لاقيه تاكل للدنيا اللخه هذي. هذا الخابر واحد عامل مناشد مش عارف كم من يوم قعد وهو يقول مصقع مصقع، عم تقول له قرود حس في الناس، لا لف الشوارع شوف الناس متلج، شوف عمال البلديه اللي يطلع من الساعه قديش يطلع عمال البلديه من الساعه، الله بدري يطلع الساعه واحدة وثنتين وما بيقبض دراهم. حس فيهم عاش. بقول لك عرفت كيف. طبعا يعني نحن يا اخوان معنا في كم واحد ودنا ننكش ونفخوخ خضرات، انتوا عارفين يعني احنا بنصيد فيهن على اساس يعني بنطبخهم وبنشويهم الدنيا زي كذي. بس يعني ان شاء الله يعني نحن نريد دعواتكم. الزلمه قال له كذي، انتوا عارفين يعني احنا مهوس اقرب ليله شله كذي، يعني هم اللي له كذي انتوا عارفين له كذي. لما رق علي مو لابس عقده، ها مو لابس عقده، بديش اقول ايش سيارته، بلاش تروح يقول لا قبل اللي بسوي لا. واحد له كذي ومش لابس عقده، شوحت له من هان شوحت له. اقسم بالله اللي فيك وجي يقول تعال انتخبني، حقول له ذاكر يما شوحت ليك، ذاكر يما شوحت ليك. بس يلا بعين الله، تحياتي ليكم.